صباح الخير، صباح النور على جميع مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة. وبدأت الانتخابات، وإن شاء الله هتظهر لنا فيها وجوه جديدة تقدر تدعم المواطن وتكون عند حسن ظن المواطن. النهارده شخصيتنا بصراحة وبدون نفاق كتير أجمع عليها إن هي شخصية كويسة، شخصية محترمة، بتساعد الناس وبتلبي الناس وبتلبي طلبات جميع اللي محتاج اي حاجه بيعملها له. شخصيتنا النهارده الاستاذ هشام سلامه، المرشح الانتخابي عن مركز ومدينه طنطا. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، منورنا. الله يبارك فيك، شكرا. مبدئيا كده عايز حضرتك تعرفنا عن شخصيتك وتعرفنا عن نفسك لينا وللساده المشاهدين. هشام احمد شوقي عبد الوهاب سلامه، من قريه نفيا مركز طنطا الغربيه، والشهير بهشام سلامه. الحقيقة خريج كلية التجارة جامعة طنطا دفعة 84، والحمد لله أديت الخدمة العسكرية بتاعتي كضابط احتياط بسلاح المخابرات الحربية والاستطلاع عام 84. وبعد كده سافرت إلى المملكة العربية السعودية، عملت بأحد شركات البترول، شركة كبيرة ألمانية موجودة في 150 دولة في العالم، وتقلدت فيها يعني درجات كتيرة حتى أصبحت مدير إقليمي. كان نوع نشاط الشركة يا فندم؟ الزيوت البترولية. زيوت البترولية. زيوت البترولية. والشركة موجودة في دول كتيرة، وشركة من الشركات الناجحة على مستوى العالم، والحمد لله كان لي اسهامات فيها، وانها عملنا فيها حاجات كتيره اسهمت في تطور الشركه على مستوى الشرق الاوسط. ما شاء الله ما شاء الله. قعدت في الشركه دي فتره طويله طبعا، حتى عدت الى البلد تاني. بس طبعا كنت على تواصل دايما مع اهلك في اكيد اكيد كل سنه برجع طبعا كالعاده يعني. بقعد طبعا في تواصل مع اهلي، وزيارات طبعا برجع تاني الى بلدي في قريه نفيا، وتواصل مع العائله والاصحاب والاصدقاء والعائلات اللي هي جذورنا وتواجدنا في المركز ومدينه طنطا. راي حضرتك ايه في التشريع الجغرافي للانتخابات؟ والله طبعا هي موسعه، يعني هي موسعه، كانت الاول بتقتصر ان المركز لنواب وال المدينة اللي هنا نوابها، هي توسعت دلوقتي، رأي حضرتك في ايه؟ والله هو التقسيم الجغرافي للدوائر في الفترة الأخيرة هو تقسيم أصبح يعني كبير جدا. يعني الأول كان في مثلا احنا دلوقتي ثلاث دوائر، دائرة محلة روح ودائرة بيرما ومدينة طنطا. الحقيقة ان كانت كل دايرة من الدوائر دي بيمثلها اتنين نواب في المجلس، يعني حوالي ستة، دلوقتي بيمثلها ثلاثة فقط، بالاضافة الى اتسعة الدائرة كتير جدا، ان هي بتبقى على عاتق النائب المرشح ان هو يتجول ويفرض نفسه او يشرح نفسه او يوضح رؤيته او يوضح البرنامج الانتخابي بتاعه، فبيستغرق وقت كبير جدا. كم قريه يا فندم؟ حوالي 54 قريه، غير العزب. العزب حوالي فوق ال 150 برضو، او والمدينه اول وثاني. مجموعه كبير، مجموعه كبيره جدا. والوقت كبير حتى جداً. مش يعني لا يكفي انك تقدر تمر في على الدايرة، كل البلاد، الدايره كلها. فده بصراحه يعني تقسيم كبير جدا، وما بيسمحش انك تقدر تلف الدايره وتقدر تعقد مرهق مؤتمرات و لقاءات علشان تعرض حتى أفكارك وتعرض وجهة نظرك وتعرض كل حاجة تهم المواطن إنه يعرف عن المرشح اللي هيمثله تحت قبة البرلمان. فدي بتعتبر يعني حياة مرهقة لكل السادة النواب إن هم يمروا على كل القرى بتاعت الدائرة بتاعته. طيب اسمح لك كلام حضرتك بصراحة. تفضل. حضرتك عارف ان في معظم النواب لم ينالوا رضا المواطن، مجرد ان هو بينجح في انتخاباته بياخد لقب نائب، ما بتشوفوش
او بمعنى ادق كمان بينزل بيبقى مثلا قاعد في المحافظه عنده عارف خريطه الدوله ايه مثلا هنرصف في الشارع ده خريطه الدوله اللي هي الطبيعي ان الدوله بتعمله ويبقى عارف الميعاد بوجوده في المحافظه مثلا ويبدا ينسب لنفسه العمل يعني حتى ما بينسبش حتى للدوله اللي هي اصلا خطه الدوله والخطه رسمه خطه مرسومه الدوله رسمها ان المنطقه دي هيتم فيها تحسين هيتم فيها ترصيف هيتم فيها خدماتها هو يبقى عارف الميعاد ده امتى ويبدا ان هو يشتغل يعمل بروباجندا ليه على ان هو اللي انسب ليه العمل ده وكتير بقى من كده يعني انا يعني اعتقد مفيش معظم 99% من النواب لم ينالوا رضا المواطن ايه اللي يخليني انا كمواطن ان انا ارشح حضرتك وادي لحضرتك صوتك اولا قبل ما حضرتك تجاوبني انا استضافتك هنا وان انا طلبت الناس ده مش من فراغ انا بتكلم كلام يشهد عليه ربنا ويشهد عليا ان انا مش بنافق فيه جميع الشخصيات اثنى على حضرتك شكره في حضرتك جدا تعاملاتي مع حضرتك الفتره اللي فاتت ديت واحنا بنعد للحلقه انا لمست فيك الطيبه وحسن النيه وان حضرتك فعلا عايز تعمل حاجه بس ايه بقى اللي يخليني انا كمواطن اديك صوتي انا اشكر حضرتك على السؤال لا دي حقيقه انا مش بنافقك يعني انا لو ما كانش كده على فكره والله لو ما كانش كده حضرتك ما كنتش هتبقى متواجد معايا لا لان انا مش هستضيف مثلا حد حاسس ان في رياء يعني حضرتك عارف ان في كتير كانوا عايزين يطلعوا معايا وانا اقتصبتهم على كم شخص من ضمنهم برضو ان شاء الله باذن الله ممكن يبقى ضيف معانا حضرتك تعرفه برضو اكيد مقدم هبل هرمي لان انا لامس فيه برضو حبه للبلد وحبه للناس وان شاء الله باذن الله برضو زي ما لامس فيه لامس في حضرتك حاجه زي كده فانا مش بنافقك لو كنت فعلا حاسس ان في حاجه في حضرتك مثلا فعلا ما فيش النيه ان انت عايز تخدم انا ما كنتش استضافتك معايا دي حقيقه يعني ربنا يشهد عليا فيها بس انا عايز اطمن المشاهدين واطمن اهلي برضو اللي هم يعتبروا اهلي انا لان انا برضو دي امانه في ايديا يعني انا الاعلام ان انا استضيف حضرتك وان انا اتكلم عليك بحاجه زي كده ده امانه فانا مش لا يمكن بجميع السبل ان انا اخلف الامانه فوجود حضرتك هنا عشان انا لمست فعلا ان حضرتك عايز تعمل حاجه ايه هي بقى اللي يخليني انا كمواطن اديك صوتي سؤال جميل جدا واجاوب حضرتك بكل اريحيه وبكل صدق فيه الحقيقه انا من خلال عملي خارج مصر عندي اهم حاجه الصدق والاخلاص والتفاني في العمل وانك تدي عملك تتقنه ودي اهم حاجه انك انت تقدر تعملها فانا بعد الفتره الطويله الحمد لله حققت احنا معانا صور فيديوهات لحضرتك هتظهر دلوقتي في مؤتمراتها اشكر اتفضل الحقيقه ان حققت خلال سفري في الفتره الطويله الحمد لله اسهامات وانجازات في تطور الشركه وانا اخذت فيها حاجات يعني شهادات تقدير كبيره ودورات كتيره ودي حاجة موجودة عندي. أنا حبيت بعد الفترة أنا قضيت فترة العمل الخارجي أكثر من يعني حوالي 25 ل 30 سنة وعاوز أنقل الـ الـ التطور والخبرات دي لمنطقتي. الحمد لله أنا متفرغ حاليا للعمل العام ودي الحاجة اللي بتدي أن أنا أكون متواجد في قريتي ومتواجد وقريب من كل القرى والمدينة في أن أكون متواصل معهم على في الوقت المناسب وعلى طول إن شاء الله أؤدي الخدمات اللي هي مطلوبة مني طبعا أنك أنت تكون فعلا عندك صدق عندك إخلاص عندك أمانة أن أنت تقدر تحل المشاكل بعدالة مع كل الدائرة برضو من ضمن الحاجات اللي انت تقدر تشوف المشاكل المشتركة بتاعة القرى اللي بتعاني منها القرى وبعض المناطق برضو في المدينة بتعاني من نفس المشاكل يعني في مناطق في طنطا المناطق دي محرومة من خدمات زي الصرف الصحي وخدمات أخرى فهي تعتبر زي القرى المهمشة أو العزب محتاجة خدمات كتيرة جدا الحقيقة زي ما حضرتك ذكرت ان في الدولة خطة والخطة دي تبع الموازنة ومرصودة لكل
المناطق. طيب بنستقبل الاتصال ده. اتفضل. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. ازاي حضرتك يا احمد بيه؟ اهلا بيك يا فندم. انا تعرف بحضرتك؟ احمد عبد المنعم يا فندم من مركز ومدينه طنطا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا فندم. اهلا بيك يا فندم. انا حابب الاول اسلم على ضيفك المحترم الاستاذ هشام سلام. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. واقول له ان هو منور الدنيا كلها. الله يبارك فيك، ده منور بيك. شكرا. الله يخليك يا فندم. بص يا احمد بيه، احنا عاوزين نتكلم يعني كلمتين حق في حق الراجل المحترم ضيفك. تمام. الراجل ده بصراحه حاس قبول في قلوبنا كبير قوي في مركز ومدينه طنطا. وحضرتك منين تحديدا يا فندم؟ من طنطا نفسها يا فندم، من المدينه. طنطا نفسها. اهلا بيك يا فندم. انا ما قابلتوش ولا اعرفه ولا شفته قبل كده يعني في فتره الانتخابات كدعايه او كده. انا ما قابلتش هشام بيه شخصيا يعني. تمام؟ انما احنا طبعا اي مرشح بيبقى موجود بنبحث عن سيرته وبنشوف. فبصراحه يعني الراجل ده حاز تقدير ناس كتير وفي قلوبنا يعني. شكرا لزوجك. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لزوجك. شكرا لزوجك. هو تاكيدا لكلام الاستاذ احمد، فعلا بجد انا بعتبر طبعا الاعلام امانه. مش هقدر ان انا استضيف حد هنا الا لما اكون حاسس فعلا ان هو قادر ان هو يخدم، عنده من جواه فعلا طاقه، عايز يغير سلبيات كتيره. غير كده انا مستحيل ان انا كنت استضيف اي مرشح انتخابي في الفتره دي. كمل يا فندم حضرتك. الحقيقه من خلال المؤتمرات اللي بنعقدها في كل القرى اللي بنزورها والمجموعات والاسر والجماعات، احنا بنتكلم معاهم باخلاص وبصدق. شايف اكتر حاجه، شايف اكتر حاجه محتاجاها ايه القرى؟ والله القرى محتاجه خدمات كتير، محتاجه في قطاع الصحه، في قطاع التعليم، في البنيه التحتيه، في الخدمات الالكترونيه، محتاجه خدمات كتير. لان من حق الاسر دي انها تحيا حياه كريمه وتنال خدمات محترمه تليق بالاسر دي. لان الاسر دي مثلا في التطوير في الوحدات الصحيه محتاجه تطوير في الوحدات الصحيه علشان تدي خدمه بدل ما يلجأوا للمدينه او يلجأوا لاماكن اخرى. خدمه مثلا زي غرفه في الطوارئ، في العمليات، اسره مثلا اللي هي كعنايه، محتاجة التطوير. احنا مش هنقول ان نعملها مستشفيات، ولكن تطوير الوحدات. نطلع لمكالمة هاتفية برضو. اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. صباح الخير يا فندم. انا بشكر حضرتك. طيب. اعلامي مرموق، ربنا يحفظك. عرفنا بنفسك الاول يا فندم. عرفنا بنفسك الاول. حاج علي بركات. اهلا بيك يا حاج علي. اهلا بيك. حضرتك منين يا حاج علي؟ انا من قريه نفيا مركز طنطا، قريه المرشح اللي قدام حضرتك. أهلا بيك الراجل الخلوق. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. وبشكر حضرتك كاعلامي متميز يعني ان انت اتصفت الشخصيه المحترمه دي. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. والراجل اللي قدام حضرتك دوت ما هوش محتاج حاجه، ده هو يعني خيره على الدنيا كلها هنا. الله يكرمك. الله يكرمك. راجل ما سابش وراه حاجه، والله العظيم، والله زي ما انت حلفت كده واقسمت احنا بنقسم احنا كمان. الراجل ده يستحق كل التقدير ان شاء الله. باذن الله. شكرا. ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لاتصالك. اتفضل يا فندم. اتفضل. من واضح ان انت ليك شعبيه. الحمد لله. زي ما قلت لحضرتك احنا صادقين مع الدايره وكل افراد الدايره، اسر والشباب بتاع الدايره بالذات. احنا عاوزين نعمل لهم حاجه، لان الشباب هو الجيل الصاعد، الشباب هو القاطره، الشباب هو المستقبل. فاحنا برضو من خلال البرامج اللي احنا هنتمناها ان شاء الله ان نشوف للشباب نقدر نوفر لهم وظائف ونقدر نساعد الشباب نعمل لهم حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. برضو قطاع الزراعه، قطاع الزراعة محتاج نظرة يعني من ناحية مثلا التقاوي والبذور، من ناحية السماد، من ناحية التسويق. محتاج نظرات قطاع الزراعة. أنا كان زراعة. أنا كنت مستضيف أستاذ دكتور هو اخترع رغيف عيش عبارة عن 50% بطاطا. البطاطا دي أصلا مزروعة بمواصفات معينة. منزوع منها نسبة كبيرة من السكر بحيث إن هي لما تندمج مع يبقى في اندماج بينها وبين القمح. 50% بطاطا 50% قمح بتطلع رغيف عيش، ورغيف عيش جودته عاليه جدا.
وقابل وزير الزراعه وبعت لجنه يشوف ايه الوضع ويشوف ايه اللي بيحصل، وانتج قدامهم رغيف العيش من اول الخبيز لغايه لما خرج لهم رغيف العيش، ومع ذلك ما حدش اهتم بالموضوع. الموضوع ده ممكن يوفر ملايين الملايين عن البلد، يعني ملايين الملايين عن البلد، وما حدش اهتم بفكره، ما حدش اهتم بانه زرع نوع ثالث من البطاطا بهندسه وراثيه جينيه مختلفه عن انواع البطاطا، بحيث ان هي البطاطا يكون فيها نزع من السكر، بحيث ان هي لما تندمج مع القمح الرغيف ما يتحرقش، ومع ذلك ما حدش اهتم. الحقيقه في افكار كتيره جدا ومصر ولاده بصفه يعني منذ بدايه التاريخ. طبعا والشباب بيجيب افكار حلوه قوي، بس احنا عايزين نتبنى الافكار دي، نتبناها حقيقي ونحاول نعمل منها حاجه. في حاجات كتيره جدا، وعايزين برضو ان احنا نستهدف ونوجه الزراعه يبقى حتى هم يستفيدوا والدوله تستفيد والكل يعني يتطور والكل يستفيد من الحاجات دي. فالكلام ده مش هيجي. ناخد مكالمة هاتفية. اتفضل. الو. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، عرفنا بنفسك. صباح الخير استاذ احمد، معاك تامر عبد العزيز. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يا اهلا بحضرتك. اولا بحب اشكر حضرتك على تسليط الضوء على شخصيه محترمه زي الاستاذ هشام سلامه. ربنا يخليك. وان حضرتك تكون لسان اهل الحق في الدايره فعلا. ربنا يخليك. ونحب نشكر استاذ هشام على يعني ان هو شاف صدمه كشباب وكاهل في بلده، وانه رضى ان هو ينزل الانتخابات، وان شاء الله نكون داعمين وفي ظهره دايما، ونغير الوضع افضل للشباب ومصلحه الشباب دايما يا رب. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. صباح الخير استاذ هشام. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. اتفضل اتفضل كمل. فاحنا عاوزين نكون قريبين من القطاعات دي، قريبين من القرى، قريبين من العزب برضو، دي مهمه جدا. لا وزي ما حضرتك قلت ان الشباب طاقه لازم تتوجه صح. هي القاطره، هي الوقود، الشباب هم المستقبل، الشباب هم كل حاجه في البلد. احنا او يعني بعض الخبرات المفروض ينقلهم للشباب، هم اللي هيقودوا المستقبل، وهم اللي هيقودوا البلد والأمة للتطور وينقلوها النقلة الحضرية. فلازم نهتم بالشباب. نطلع فاصل ونتواصل. نطلع فاصل أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم تاني مع المرشح الانتخابي الأستاذ هشام سلامة عن مركز مدينة طنطا. كمل يا فندم. زي ما كنت بقول إن المفروض يتم التوجيه من الخبرات ومن اللجان لكافة القطاعات. إذا كان في قطاع الزراعة، إذا كان في قطاع الشباب، إذا كان حتى في التضافر بين العائلات ورجال الأعمال، إن هم يقدروا يقودوا ويخلصوا لبلادهم، وده هيؤدي لإن احنا نصعد بالوطن كامل. فالقرى هيتم عمل لجان في كل القرى اللي هي تبع الدائرة بتاعتنا إن شاء الله. ده إمتى يا فندم؟ ان شاء الله بعد الانتخابات، او اذا حصل ان شاء الله لنا نصيب، وكان لنا نصيب في التمثيل النيابي هيكون تمثيل. انا اعدك واعد المشاهدين. ناخد مكالمه هاتفيه. اتفضل. الو. الو. مدام هلا. الو. طب نكمل على ما ان شاء الله لو كان لنا نصيب كتمثيل نيابي، ده بعد المرحله الانتخابيه، وان شاء الله مش هنسيبهم برضو يعني. اذا لم يحصل لنا نصيب برضو، احنا موجودين في الدايره ومتواجدين بصفه مستمره ان شاء الله. ولكن احنا بنقول من خلال طبعا التمثيل النيابي هيكون لنا وضع افضل ان احنا نقدم خدمات من خلال خطه الدوله، ان احنا نكون قائمين عليها بعداله وبنزاهه وبصدق وباخلاص. هنوصل كل الخدمات لكل مستحقيها، ما يبقاش فيه اي موائمات ولا اي حاجاتها. كل واحد حسب الضروريات هتصل لكل المستحقين بتاعتها. انا طبعا مش عايز اقول مثلا السادة النواب السابقين قدموا خدمات كتيرة، وبنشكرهم على ادائهم. ونشوف الاتصال ده. اتفضل. الو. الو، مساء الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح الخير. صباح الخير مع حضرتك. عرفينا بحضرتك يا فندم. حضرتك، انا احدى سكنات مصر الجديده. اهلا بيك يا فندم. وعندنا مشكله. اتفضلي يا فندم.
حضرتك مثلا ممكن توطي التلفزيون بس بعد اذنك عشان نقدر نسمعك كويس؟ حاضر لحظة واحدة. اسمعينا من التليفون. اوكي. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، اتفضلي. صباح الخير على المرشح، ومعلش انا اسفه ان هاخد وقت من وقت حضرتك. اتفضلي يا فندم. حضرتك احنا ساكنين في مصر الجديدة على في شارع نخلة المذيعي، والشارع ده طبعا حضرتك عارف ان فيه عمارات كبيرة جدا، وتقريبا احنا تقريبا يعني ممكن نقول اكتر من 100 اسره بتطل على احدى النوادي الرياضيه، انا مش هقول اسمه لكن هسيب اسمه في الكنترول. تمام تمام. احنا دلوقتي حضرتك الفاصل بيننا وبين النادي دوت سور بسيط جدا، السور دوت كان بيننا وبينه بالظبط بين يعني بين عمارتنا وبين الارض دي كان باركنج لجراج العربيات الخاصه باعضاء النادي فقط. من حوالي سنه تقريبا الباركنج ده اتشال وعملوه ملعبين خماسي للايجار للعامه. جه مستثمر من خارج النادي خد الارض دي حق انتفاع وعملها ملاعب خماسيه للايجار للعامه. ما ادراك بقى اللي احنا عايشين فيه. يعني هو عملها ملاعب خماسيه تبع النادي ولا هو لوحده؟ لا حضرتك، خاصة بيه هو. طب ايه مشكلة حضرتك برضو؟ مشكلة حضرتك ان الملاعب دي ملاصقة بينا بشققنا، احنا مش عارفين نعيش، الفاظ بشعة، بيشتغلوا لحد الساعة 12 ونص بالليل، ايام الاجازات بيشتغلوا من 5 الصبح. طب احنا اسر، فينا الموظف وفينا الطلبة لدينا دراسة زي ما حضرتك عارف، وعندنا موظفين في ناس فيهم بتصحى من 5 صباحا تقريبا. طب الناس دي تعيش ازاي؟ اربع يعني تقريبا احنا بيشتغلوا مش عارف اقول لك وقت قد ايه، ما بيفصلوش. حضرتك ما فكرتيش تشتكي في اي جهه مسؤوله عن الموضوع ده؟ حضرتك نروح الحي يقولوا لنا وزاره الشباب والرياضه، نروح لاداره النادي يقولوا لنا احنا ما لكمش حاجه عندنا دي ارضنا، واللي مش عاجبه بالعربي كده يعزل. نعزل ونسيب بيوتنا. طب هو معاه اوراق مرخصه للملاعب دي؟ لا حضرتك ما عندوش ورق ترخيص، كل اللي عنده تقريبا من وزاره الشباب والرياضه ان هو ممكن يشتغل بس يعني مش اكتر، لكن الاوراق كلها بينه وبين النادي مش بينه وبين طيب الوزاره. حضرتك أنا مش ممكن متاكده بالظبط. انت حي مصر الجديده صح؟ يا فندم. مصر الجديده ولا النزهه؟ انا من مصر الجديده. من مصر الجديده. بس المنطقه اللي احنا فيها نخله المطيعي دي تبع حي النزهه. طب حي النزهه. طيب حضرتك هتسيبي لي رقم تليفونك وان شاء الله هنوصل صوتك للمسؤولين وهم ليهم القرار وليهم التصرف معاهم. شكرا لحضرتك يا فندم. اتفضل. هي لما ذكرت الاخت الفاضله دي مشاكل من مشاكل الدايرة أو مشاكل المناطق، طبعا مصر الجديدة ما احنا بنتكلم عن مركز ومدينة طنطا يعني، ولكن النائب المفروض أيوة أنا عايز أفهم دي. أنا كنت هتكلم حضرتك في النقطة دي إن النائب نائب مصري. بالظبط يعني كده. النائب مصري يعني مش نائب دايرة معينة يعني اللي هو يعني مهمته ودوره مساعدة وحل المشاكل الجماهيرية اللي بتخص المواطنين اللي هي بتضر المواطن. اي ضرر في اي منطقه او اي مكان المفروض ان القائم او المنوط اليه يحل. طب هو في الحاله دي لو هو الملاعب عنده مرخصه وورقه اوراقه سليمه ما هو يجب بقى البحث فيها يجب البحث فيها والوصول برضه يعني صحتها والعمل على حلها. واضح ان هم بيعانوا، واضح ان هم بيعانوا. انا بقول لك الملاعب والله قليل. طبعا واكيد اللي بيلعب بقى بالحماس بياخدوا انفعالات وكلاب والفاظ واطفال ودراسه وحاجات زي كده يعني، فهم برضه اكيد بيعانوا. النشاط الرياضي له اماكنه وله مناطقه، مش صح. يجب ان مثلا النشاط الرياضي صح. في وسط مجتمع سكني اللي عايز ينام واللي عايز يذاكر واللي عايز فكرك ايه للشباب يا فندم؟ والله الشباب محتاج توجيه، الشباب محتاج مساعدة، الشباب محتاج انك تاخد بايده، الشباب هو زي ما قلت لحضرتك هو المستقبل، فلا بد ان انت توجهه وتوفر له الوسيلة او الفرصة
او العمل او توفر له الهدف اللي هو يقدر يمشي عليه. الشباب بتاعنا شباب واعد، شباب ممتاز، كلهم يعني ما شاء الله مؤهلين وكوادر ممتازة، بس عايز ياخد فرصته. فالفرصة المفروض فرصة حقيقية، فرصة تكون موجهة من قبل المسؤولين او من قبل الجهات، وكل محافظة تقوم بدورها. مش شرط ان احنا هنعتمد على الدولة ونقول الدولة والدولة والحكومة، لا، يعني لازم يكون مواطن ليه دور. يعني هقول لحضرتك على حاجة، في قرية اسمها ميت حبيش، نعم، عجبني فيها مجموعة رجال اعمال، فيهم الاستاذ محمد خلاف، نعم، حضرتك تعرفه؟ طبعا بجد، نعم. حضرتك عارف الشغل اللي عامله هو المجموعة بتاعته؟ نعم، عاملين شغل، هو مواطن، هو طبعا لا عايز ينزل انتخابات ولا عايز ينزل اي حاجة، بس مجموعة مع بعض، عاملين بيلبوا طلبات الناس، عاملين حتى السور، مدخل جميل جدا جدا بتاع مدخل طنطا من عندهم، بيحاولوا ان هم يخدموا البلد على قد ما بيقدروا واهل البلد على قد ما يقدروا. ناخد بس مكالمة تليفونية الاول. الو الو، صباح الخير يا فندم. صباح النور، نتعرف بحضرتك. الو، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، نتعرف بحضرتك. علياء طلعت. منين يا فندم؟ انا من طنطا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي يا فندم. بصراحه انا بشكر حضرتك على استضافه شخصيه زي هشام. ربنا يخليك. شخصيه محترمه جدا، خدوم جدا بطبعه، محبوب جدا في بلده، يعني كل الناس بتشكر فيه وفي خدماته وفي ذوقه وفي كل حاجه بصراحه. ربنا يخليك يعني يا فندم. هو شخصيه مش محتاجه اصلا لاي حاجه، ومش محتاج لاي منصب عشان يخدم، يعني عامل حاجات كتير في بلده وخادم الناس كلها بصراحة، وكلمة في الذوق والأخلاق والأدب. شكرا. نشكر حضرتك جدا على استضافتك لشخصية زي دي. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك يا فندم، شكرا لذوقك. شكرا لذوقك. شكرا. فالمجموعة دي عاملة شغل هايل جدا جدا. يعني أنا بتكلم ليه؟ إن برضو النائب مش هيضرب عليه كل المسؤولية لوحده، يتحملها لوحده، لازم يكون في مواطنين برضو يتحمل المسؤوليه، بدام هو قادر، بدام المواطن قادر ان هو يخدم بلده، مش ما يبخلش. فعجبني فكر الاستاذ محمد خلاف والمجموعه اللي معاه، بصراحه فكرهم كويس قوي قوي قوي. ايام ازمه الكورونا بذلوا مجهود جدا، والناس دي مش طمعانه في حاجه، يعني هي مش طمعانه في اي حاجه، لا طمعانه في منصب ولا طمعانه في ان هم ينزلوا انتخابات، لا، هم حاجه مجرد هم عايزين يطوروا بلدهم ويخلوها في احسن صوره. فالناس دي نموذج، انا بحاول ان انا اصادفهم معايا ان شاء الله في حلقه، لان ده نموذج يحتذى به في جميع انحاء مصر، مش عندهم بس، لا، يعني مثل يحتذى به في جميع انحاء الجمهوريه. فان شاء الله انا بتواصل معاهم، وان شاء الله يكون في حلقه معاهم برضو، لان انا لازم يكون لهم ناس سبورت في دورهم، لازم الاعلام يكون سبورت في دورهم، فان شاء الله باذن الله يكون في تواصل معاهم. حبيت بس اذكر النقطه دي، وعشان خاطر بس ان انا اوصح لك برضو ان مش كل حاجه على النائب او على المسؤول. ناخد المكالمه الهاتفيه. الو، السلام عليكم. الو، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك مهندس احمد الكنيسي يا باشا من شبرا النمله مركز طنطا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ان شاء الله بنؤيد ونبايع هشام وكل المركز معاه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. هو ان شاء الله خير من يمثل الشباب في مجلس الشعب ان شاء الله. يعني ربنا يهديك ان شاء الله باذن الله بالتوفيق لجميع المرشحين المحترمين. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا لاتصالك يا فندم. كمل يا فندم. الحقيقه انا بشكر طبعا الساده المشاهدين على انت حضرتك بقى تقعد مكاني عشان انا مش يعني ما شاء الله ليك شعبيه كويسه. الله يبارك فيك. والناس بتحبك ما شاء الله، ودي حقيقه فعلا. يعني كنت بتكلم مع الاخ محمود الجزار، فبيقول لي ده شخصيه استاذ محمود الجزار، يعني يعتبر اخ كبير ليا. يعني انا بكلمك بكل امانه، يعني انا سالت اكثر من شخصيه على حضرتك، لان زي ما قلت لك دي امانه، انا مش هقدر استضيف حد حاسس ان هو ممكن يكون في شو اعلامي، ومجرد ان هو ينجح انا بعد كده انا هحس انا هكون انا سبب، يعني هكون انا سبب واحس بتاني الضمير. فبتكلم مع الاستاذ محمود الجزار والبشمهندس محمد عفيفي كذا شخصيه، يعني مفيش حد قال لما اثنى عليك. ده كان سبب لي شعور من الارتياح ان انا اتواصل مع حضرتك ويكون في بيننا لقاء عشان نعرف الناس بيك، بس مش حتى انا من جوايا يعني دي بقى نخليها بيني وبينك. المهم الله يبارك ان شاء الله. الحقيقه انا اشكر طبعا ثقه الاخوه الافاضل طبعا
ودي حقيقة بتزودك على مسؤولية على مسؤولية، لأن أنا في اعتقادي الشخصي إن الترشح أو التمثيل النيابي تكليف وليس بتشريف. فالتكليف بيبقى أهم، إنك أنت تقضي الحاجات الضرورية وكل المشاكل وتحاول في أو تسهم في حلها من خلال قطاعات الدولة طبعا، لأن أنت مش هتقدر تلبي كل الاحتياجات بشخصك، ولكن أنت بدورك الفاعل وتفرغك وقربك من القرى وقربك من الناس وتواجدك في المنطقة هو اللي هيسهم في حل كل المشاكل. فدي أنا بعيدهم طبعا، ودي اللي أنا بنقل لكل أهل الدايرة مركز ومدينة طنطا، إن أكون متواجد معاهم وبينهم على طول بصفة دايمة، ونكون قريبين منهم بالحل كل المشاكل المستحدثة والمشاكل الحالية. هنسهم بقدر المستطاع من خلال الدولة ومن خلال خطة الدولة ومن خلال تواجدنا، إن احنا إن شاء الله نحاول في حلها الضروريات، واللي هي الحاجات العامة الخدمات العامة الأساسية اللي هي زي ما ذكرت لحضرتك في القطاعات المختلفة، إذا كان في الصحة، إذا كان في التعليم، في البنية التحتية، أو خدمات إلكترونية المتعددة، إن احنا نطورها إن احنا نقدر نأدي خدمات تليق بالمجتمعات الراقية، المجتمعات اللي هي من حقهم. انا عايز اقول حق اصيل ليهم، حق اصيل ليهم، بس احنا نقوم عليها بقى. مش نقعد نقول مع احترامي معلش شعارات، اتفضل، والشعارات دي تكون يعني زائفه علشان نجيب اصوات. ده اللي انا شغال عليه، او اللي هو انا متبنيه، الصدق، الاخلاص، الامانه، التواجد. اتفضل. الو السلام عليكم. صباح الخير يا فندم. السلام عليكم. تعرف بحضرتك؟ الو. ايوه يا فندم، عرفنا بنفسك. لا معاك الدكتور لؤي عادل. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. انا مش عايز بس اطول على وقت البرنامج عشان حضرتك طبعا، عشان خاطر الاستاذ هشام يتكلم براحته. بس اتفضل يا فندم. انا كنت عايز بس حابب اقول كلمه في حق السياده النائب ان شاء الله. حضرتك منين يا فندم؟ انا من الرقديه يا فندم، مركز طنطا. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. هو يا فندم دلوقتي انا عايز اقول حاجه بس مهمه جدا لسياده النائب هشام سلامه ان شاء الله، يعني عليه شبه اجماع من الدايره كلها وبالاخص قريه الرقديه ما شاء الله، من الشباب ورجال الدايره كلهم ان شاء الله، ومشهود ليه برضو مرات اليد والتواضع وكل الكلام ده كله. انت عارف طبعا يعني هذا عرفت الكلام ده كله. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. كمل يا فندم. يعني متابعينك هم عشان اللي بواطل متابعينك انا ماليش فيه. الله يباركي. ده اللي انا بوعد الناس ان شاء الله بيه، وبوعد اهل دايرتي ان هنكون. حضرتك ليه برنامج انتخابي معين ولا شوف هقول لحضرتك على حاجه، عشان اقول ليه برنامج يبقى لازم اكون تابع خطه الدوله وبرنامج الدوله انفذه، ده صعب. لكن اكون صادق معك، البرنامج هو الاحتياجات الضروريه للقرى والمدينة، أي احتياجات أي ضروريات هتكون هي دي البرنامج بتاعنا اللي أنا هقوم على حلها. يعني مثلا حي من الأحياء مثلا عنده مشكلة، ما عندهش صرف، وأنا زرت بعض الأحياء في طنطا ما فيهاش صرف ومحتاجة خدمة في طنطا؟ في طنطا موجود صرف؟ بعض الأحياء؟ بعض الأحياء. أه أحياء زي كيف؟ هقول لحضرتك شارع 25 في شارع الجلاء في اخره، انا كنت قاعد لسه الاسبوع اللي فات، وللاسف ما عندهمش صرف. ما عندهمش صرف صحي. ما عندهمش صرف صحي، تخيل حضرتك. في طنطا. في طنطا المدينه. في المدينه. فدي مشكله، فالمفروض ان محتاجه تواجد ومحتاجه توصل لها ومحتاج الخدمات. في برضو بعض القرى، قرى كتيره جدا وبعض العزب، المفروض مياه الشرب، المفروض الصرف الصحي، المفروض الخدمات. فدي برضو انها من حقها ادميه، حقها دي حاجات ادميه، ده حاجات طبعا. انا كمواطن من حقي كادميه، ادميه اللي انا اعيش، ان انا اشرب ميه كويسه بالظبط كده. فدي ده البرنامج. ان انت من خلال اللجان، من خلال الشباب الموجودين في الدايره في كافه القرى والعزب والاحياء في طنطا، ان هم يجيبوا المشاكل دي واحنا نقوم على حلها.
طبعا ضمن خطة الدولة. ده الكلام هيكون الخطة، لأن الدولة رصدة وعاملة خطة لتوصيل خدمات لكل ده، لكن هي بتتأخر لسبب ما أو عدم متابعة أو خلافه. فإحنا نكون دي مهمتنا إحنا بقى، إن إحنا نسعى بكل جد وكل اجتهاد. أنا ما عنديش حاجة شخصية إن أنا أنميها أو أكبرها أو أحميها أو أشتغل عليها. أنا متفرغ للعمل اللي أنا مترشح له، متفرغ لأهل دايرتي، عاوز أعمل حاجة فعلا لأهل الدايرة، حاجة مخلصة. عاوز أقوم حتى يعني تعتبر كصدقة بعد كده، إن يقول لك فلان عمل فلان حاجة، دي اللي أنا عايز خدمة تعمل هيستوري لنفسك، تاريخ لنفسك بالظبط كده. خير الناس أنفعهم للناس، فإحنا عايزين ننفع الناس يعني بما يرضي الله، مش عاوزين نقول ندعي أو كذا أو كذا، لا، عايزين نكون صوت حق، صوت أمانة، صوت صادق تحت قبة البرلمان، وتقديم الخدمات لكافة مناطق الدائرة، مركز ومدينة طنطا هتكون تحت المسؤولية، لا نفرق بين منطقة أخرى، لأنهم أمانة كلهم. ولذلك أنا بطالب من المواطنين أن أصواتهم يدوها للي يستحقها. صوتك أمانة، صوتك هيترتب عليه مصير أسرتك ومصير الأمة، هيترتب عليه، ما تجاملش، أرجو ما تجاملش في الصوت، مش علشان المؤامات أو علشان القرابة أو علشان حاجة تانية، لا، الممثلين الشرعيين اللي هم هيمثلوك في تشريع وسن القانون والمراقبة. الأول نطلع فاصل، نطلع فاصل ونتواصل، أرجو أن تبقوا معنا. ورجعنا لكم تاني مع المرشح الانتخابي الأستاذ هشام سلامة عن مركز ومدينة طنطا. الصوت طبعا ده صوت أمانة، ولازم يعرف المواطن إن هو لما هيدي صوته لحد بيجامل، ده بي بي بيأثر علينا احنا كلنا، ده هينتج عن نائب غير كفء، غير يعني اللي هو بقى الطبيعي اللي احنا ماشيين فيه. ما هي الكارثة اللي احنا دايما بنبص للمجاملات. هو يشهد الله طبعا ان انا لما قعدت مع حضرتك، وان حضرتك طالع معايا لوجه الله حبا في ان انا عايز اعرف الناس اكتر مين الاستاذ هشام سلامة، حبا يشهد الله ان لا في حاجه تانية خالص ولا اي حاجه، ان انا مجرد حسيت ان حضرتك تستحق انك تظهر اعلاميا، عشان انا لامس فيك حب الوطن وحب لاهل بلدك وحب الناس من كذا شخصيه شكرت فيك. فالصوت ده فعلا امانه، لازم ان انا اوضعه يوم اختار صح، يوم اختار اللي هيفيد البلد. فدي حاجه مهمه جدا جدا، لازم المواطن ياخد باله. ننضج بقى، يعني عايزين نوصل لمرحله النضوج، مرحله النضوج. يعني احنا خلاص الحمد لله نسينا بقى اكياس السكر والزيت والكلام من ده والحاجات ديت، فالحمد لله نسيناها يعني. فعايزين نختار صح، عايزين نكون في مرحله نضوج اختيار مرشح يقدر يفيدني، ما يجيش عن طريق مجامله مثلا اختار حد وبالتالي اوجه بقى كمان عيلتي، كمان اوجه صحابي على قد ما اقدر يا جماعه اختاروا ده، وهو مش هيفيدني، بالعكس ان هو ده هينجح وخلاص مش هشوفه تاني. لا، عايزين نوصل لمرحله النضوج. يعني انا بناشد المواطنين، دي مرحله النضوج بقى الانتخابات، ان احنا نختار الشخصيه الصح، نختار الشخصيه اللي احنا فيها مقومات النجاح لدايرتك لبلدك. ده هيترتب عليه حاجات كتير جدا. لما يكون النائب بتاعك مجتهد وعنده ضمير وخايف على بلدك، هيفيدك وهيفيد بلدك وهيفيد غيرك. انما لما هتدي صوتك لحد من باب المجامله وهو ما يستحقش الصوت، دي احنا هنرجع تاني لنفس القصه، ونرجع نشيك ونقول ما شفناش نائب كويس، ما شفناش نائب عمل لنا حاجه، النائب بينجح ويقفل تليفونه. فارجو النضوج يا جماعه، النضوج. ما عادش فيه بقى اكياس سكر، ما عادش فيه بقى حاجات بتزغل العين عشان خاطر اللي انت تخش، يعني ما تلتفتش للساعه لوقتك، بص لقدام. يعني حتى لو مرشح انتخابي ده بيفكر ان هو مثلا يشتري اصوات او حاجه زي كده، انت هتحاسب اولا قدام ربنا، انت هتتحاسب. ثانيا انت بتبص تحت رجلك، انت بتختار، بعت صوتك، ده في حد ذاته ربنا هيحاسبك عليه، ده انت كده ارتكبت سيئه، ضريت نفسك، ضريت غيرك، ربنا هيحاسبك عليه. تاني حاجه، انت بصيت تحت رجلك، ما بصيتش قدام، اللي انت ما اديتش صوتك ما وجهتش صوتك في المكان الصح للشخصيه الصح اللي هتقدر تفيدك وتفيد بلدك وتفيد المواطنين،
عامة. فأرجو النضوج، النضوج يا جماعة والفكر، أرجو أرجو من السادة المشاهدين اللي بيسمعونا النضوج واختيار الصوت في المكان المناسب للشخصية المناسبة. كمل يا فندم. الحقيقة تعقيبا على كلام حضرتك، دي رسالتي لكل أهل مركز ومدينة طنطا، أرجوكم وبنشدكم احشدوا واخرجوا واطلعوا وحطوا أصواتكم للي يستحقها. صوتك أمانة، خليك إيجابي ما تكونش سلبي. أنت علشان تغير لازم تحط صوتك للي يستحقه، علشان يحصل التطوير، وعلشان يوصل صوتك، وعلشان تتحل المشاكل البلد لازم تخرج وتحط صوتك. لو كنت سلبي وما خرجتش يبقى ما ترجعش وتقول والله إذا ما فيش حاجة هتتغير. لازم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابدأ بنفسك، شارك، حط صوتك. وأنا بقول لكم إن الإشراف القضائي ما شاء الله هيكون إشراف عادل ناجز، وما فيش أي تدخلات ولا أي حاجة هتتم. يعني صوتك هيروح للي هيستحقه، اللي هتختاره هو اللي هيمثلك في سن القوانين والتشريع، وهيمثلك في الرقابة، يعني هتعود عليك. فلابد تختار الصح. أرجوكم بلاش المجاملات، بلاش المؤامات، بلاش نجري بعد وراء الوعود اللي هي هتكون وعود انتخابية زائفة، وبعد كده هنرجع نقول وهنقول والله ده الحال مش هيتغير والحال مش هيفضل كذا كذا. انت السبب فيه لانك انت ما شاركتش، لكن اخرج حط صوتك، وحط صوتك واختار. وانت لازم تسمع المرشح بتاعك، ولازم تقعد معاه، ولازم تعرف السيرة الذاتية بتاعته، ولازم تعرف أخلاقياته، ولازم تعرف عنه كل حاجة، عشان هو ده اللي هيمثلك، هو ده اللي هيترتب عليه مصيرك ومصير عيلتك ومصير القرى والأحياء، هو اللي ده اللي هيترتب عليه في الإجماع مصير الأمة، مصير البلد كاملة. القيادة ماشية بطريقة حكيمة وعايزة تصلح وعايزة تعمل حاجات كويسة، فده استحقاق التشريع واستحقاق إنك تختار النائب الصح، علشان هم اللي هيمثلهم القطاع اللي هيبقى مسؤول على سن القوانين، ومسؤول على الرقابة على الأجهزة اللي هي هتدي لك الخدمات وهتوصل لك كل احتياجاتك، وهتطورك، هتطور كل الخدمات اللي انت حضرتك هتستخدمها وهتساهم. وانا ما بقاش قاعد في بيتي وما منزلش ودي صوتي، ولما انزل كمان ادي صوتي لحد ما يستحقوش، دي كارثة. وبعد كده بنرجع نعاني. فانا فعلا بناشد مع حضرتك ان بنزول المواطنين ونطلع في صوره جميله كده، صوره نفتخر بيها امام العالم كله. دي انا بناشد بجد المواطنين، يا ريت ننزل كلنا وندي صوتنا لمن يستحق. حضرتك شايف ان عدد النواب يكفي لعدد المراكز وعدد الكرة وعدد الاحياء؟ والله انا ولا هيبقى هو العدد حقيقي انا ما اعرفش هو قال لي العدد كان اكبر من كده، ولكن قبل العدد انا عايز تشرح للساده المشاهدين طريقه الانتخاب، لان في ناس كتيره بجد ما هيش عارفه ازاي يخش ينتخب. ممكن واحد مثلا يخش يختار صوت، ده يبطل، ده يختار حد يديله صوته. لا، انا عايزك تشرح للكاميرا مع حضرتك، اشرح لهم طريقه الانتخاب ازاي، المواطن ينزل يعمل ايه بالظبط. هو طبعا طب ناخد مكالمة هاتفية الأول. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا أحمد بيه. صباح الخير يا فندم، صباح النور. معاك محمود شوقي مطر من العجيزة من طنطا. أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك، أهلا بيك. تحياتي لحضرتك الأول. أهلا بيك، كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيب بخير. بمناسبة انتصار أكتوبر والمولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام، وتحياتي لهشام بيه سلامة، الراجل اللي سطر اسمه من ذهب. شكرا. بنبل اخلاقه وشهامه ولاد البلد. اهلا حضرتك. احنا حضرنا مؤتمر للراجل ده، هو مؤتمر واحد بس في طنطا، في كفر الشيخ، في طنطا في المدينه. تمام. حضرناه كمجموعه شباب، كنت انا واحد منهم. عرفناه يعني ايه، عارف يعني ايه موازنه، وعارف يعني ايه ميزانيه، وعارف يعني ايه تضخم. مش داخل منظره ولا محتاج لجاه ولا مال. فعلا دي كلام، احنا الشهاده احنا هنتحاسبوا عليها قدام ربنا. طبعا طبعا. الراجل ده بطبيعته انسان شهم، ابن اصول من عيله عريقه على ما سمعنا، وليه عمه كان على ما اعتقد ليه منصب كبير قوي في البلد، ناس خدومه بطبيعتها يعني.
بنتمنى من كل الناخبين في الدايره يقف ورا هشام سلامه المره دي عشان خاطرهم هم مش عشان خاطره هو. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا لتواصلك معانا. زي ما قال برضو يعني انا واخد قرار ان انا مش هستضيف هنا حد من المرشحين الا لما اكون فعلا انا لامس فيه ان هو عايز يعمل حاجه لبلده. ده انا قرار نهائي حتى لو ايه حصل، حتى لو يعني حضرتك. شكرا. نشرح بقى للساده المشاهدين. الحقيقه طبعا ان احنا عندنا في طنطا بقى عشان الوقت قرب يخلص. ماشي معاك الكاميرا. في معاك الكاميرا. تمام. اشرح للساده في قائمه وفي الفردي. باختصار شديد قائمتين، حضرتك هتدخل تختار قائمة منهم. أما الفردي فهيكون ثلاثة، هتختار ثلاثة من الفردي. لازم تختار ثلاثة، ما ينفعش تختار واحد، ما ينفعش تختار اثنين، ما ينفعش تختار أربعة. لو اخترت واحد فقط في القائمة علمت عليه فهيبقى الصوت باطل، لو اخترت اثنين كذلك باطل، اخترت أربعة هيبقى باطل. فلازم حضرتك تختار ثلاثة من الفردي علشان صوتك يبقى صحيح. يختار ثلاثة كاملين، ما ينفعش يختار واحد أو اثنين. لا لازم يعني يختار ثلاثة. يعني ما تدخلش مثلا تقول والله أنا عايز رقم 18 غصن زيتون وتطلع ثلاثة بس، يبقى كده الصوت باطل. يبقى كأنك ما عملتش حاجة. لا واحد ولا اثنين، ثلاثة. يختار ثلاثة. تختار مثلا، انت اخترت رقم 18 يختار قائمة، أو القائمتين ياخد قائمة. فبتختار أي، سواء بعد فلان أي أرقام، بس لازم ثلاثة. لازم ثلاثة، ثلاثة أرقام. اثنين يبطل واحد يبطل. اثنين يبطلهم واحد يبطلهم، وأربعة يعني يبطل. آخر حاجة بقى رسالتك لإيه للمواطن؟ أنا برجو أهلي مركز ومدينة طنطا إن هم يخرجهم، رجاء يخرجهم، حطوا صوتكم، خليكم إيجابيين، رجاء ما تكونش سلبيين، علشان نقدر نطور المنظومة، علشان نقدر نعمل خدمات لكافة الدائرة، لكافة القرى والعزب والأحياء في طنطا. لازم يكون نسبة التصويت نسبة مشرفة عشان نشارك في هذا العرس وهذا الحفل المشرف، نكون لنا وضع مشرف ونحط أصواتنا علشان نحاسب الناس دي بعد كده، مش ما نخرجش ونفضل نشتكي ونفضل نقول والله الوضع مش هيتعادل. الوضع هيتعادل والوضع هيتحسن ويتطور لو خرجنا وحطينا أصواتنا بصدق. ومعلش هو هيبقى يوم أو يومين، لكن هيترتب عليه مصير الأمة. فرجاء الخروج. شكرا، سعيد جدا باللقاء ده. أنا أسعد، بشكر السادة المشاهدين وشكرا لحضركم. إلى لقاء آخر متجدد إن شاء الله كل يوم 2 الساعة 10 الصبح في برنامج دردشة سريعة. سلام عليكم.